بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب. حبيباتي الغاليات، هذا روتين ديال التسوق، بداية روتينات هذا الاقتصاد. يعني تكلمنا على المواد، تكلمنا على تقسيم المصروف، دابا غادي نديروا التطبيق. هنا حبيباتي غادي نوريكم بحالاش تسوقت السوق، يعني شراء اقتصادي، مع انه هاد الايام الخضره غاليه بزاف. وشنو كنخرجوا من هذا؟ المهم هذا الجزء الاول ديال هذا الفيديو. هذا الفيديو فيه جزئين، ما تنساوش النتيجه ديالو في الجزء الثاني ان شاء الله. رائع، تبعوا حبيباتي، فيه بزاف ديال الاستفاده. البنات اللي بغاو يعرفوا بحالاش يقسموا اللحم، بحالاش يقسموا الخضره، بحالاش شنو يطيبوا من هذه الخضره، شنو يديروا من هذا اللحم، شحال من صنف يخرجوا منه، يعني للاقتصاد. هنا كاينين صور، غنوريكم صور هذيك الدورة التدريبية اللي كنت حضرت لها، كندوزوها في القناة الجهوية. كانوا داروا معنا معايا ومع بزاف الأخوات ومع الكوتش أو المدرب، داروا معنا، سولونا يعني لقاء صحفي، وهذا يعني داز في ذات الإنتعاش. حطيت لكم الصور، ما قدرش نحط لكم الفيديو كامل، ما عرفت ليكون عليه حقوق. حبيباتي هنايا جبت الخضره، جبتها من السويقه اللي حدا مرشي الحوت، بنات قليميم، مرشي الحوت، ولكن ما تجيبوهاش من الشارع هذاك اللي فيه المرشي، وماشي من البدايه فاش تدوري من عند المرشي الحوت، لا، ملي تجي من عند الحمام ديال الزويكي كتهبطي من هذيك فما كيكون الرخاء، وخاصه في الليل هذيك البلاصه كتكون الرخاء. انا جبت هاد جوج في الفلاش غير القياس اللي غيديني، لان الخضره غاليه الصراحه بزاف بزاف. هاد جوج في الفلات بثلاثه ديال الدراهم، هادوك جوج دنجالات بجوج دراهم ونص، 50 ريال هادوك جوج دنجالات، هما كبار تقريبا. المهم انا ما عبرت، ما همنيش العبر، همني الكميه اللي انا كافياني. حبيباتي هذيك شويه ديال الجلبانه اللي كتشوفوا فيه ثلاثه ديال الدراهم، خيزو كملت كيلو ما بين خزو وجوج عودان ديال اللفت بجوج دراهم. كاين خزو طبعا، هذا راه هكا يمكن كان في الفريق في الثلاجه ما عرفت. بطاطا 4 ديال الدراهم، الجلبه هذيك الشو بدرهم، كاينه ديال درهم ونص، هذه درهم طبعا راه فيها شويه خاص غنحيدو. غاليه الخضره حبيباتي. مطيشه 4 ديال 5 ديال الدراهم، هذاك شويه اللوبيا 3 ديال الدراهم، جوج دراهم عفوا، وهذاك جوج كورجيطات بدرهم ونص، ثلاثه الكورجيطات عفوا صغارات بدرهم ونص، وبطاطا بربعه ديال الدراهم. يعني هنا انا ما مشيت عبرت، درت هذاك الشيء قياسي اللي بغيت انا نستعمل في هذا الاسبوع او في تقريبا 8 ايام 9 ايام. هاد شويه الخضره هكا يعني عبرت، هزيت قياسي انا اللي محتاجه له. عندي تما الرمان، الفاكهه الموسميه باربعه ديال الدراهم، وهذا اربعه ديال الدراهم، كاين اللي كيقول لك خمسه دراهم، كاين اربعه ديال الدراهم. شديت هذا ديال اربعه دراهم، زوين طلع زوين، اربعه كيلو ب 18 درهم. هاد الرمان وهاد شويه ديال الخضره حبيباتي 44 درهم. الله يحسن اعوان الدرويش ويحسن اعوان الناس اللي الدخل ديالهم قليل، لان الخضره الصراحه غاليه بزاف. مع اني مشيت قلت لكم العشرة ديال الليل السويقه، مشيت لواحد البلاصه رخيصه لانه حتى ام حريش قالوا غالي، ولهذا البنات اللي التقسيم ديالهم في الميزانيه هذا كيشوفوا الخضره عندهم غاليه بزاف، حاولوا تعاونوا بالقطاني وسيروا بالليل السويقات وحاولي تجيب الخضره، واخا تكون شويه هكا ماشي ديك الخضره جديده جديده، المهم دوزي بها الوقت حتى ان شاء الله يفرج الله سبحانه وتعالى. هنا حبيباتي جبت كيلو ديال لاداند، اللحم ديال لاداند، داك الفخ ديال لاداند قطعته واحد، قطعته وواحد طريف ديال اللحم معاه هي كيلو، وجبت 3 كيلو ديال الهبره ديال لاداند، غادي نوريكم اش غندير فيها ان شاء الله، اكلات اقتصاديه غنفرقها بعدا كنيه الاولى على هذا. وجبت جوج دراهم ونص ديال الشحمه ديال المعزي ديال بولفاف، عرفتوها بولفاف، غادي نوريكم شنو غندير بها. حبيباتي الغاليات، هاد لاداند كيدير 20 درهم الكيلو، جبت كيلو ب 20 درهم. هذاك الهبره كدير 50 درهم، غاليه شويه 50 درهم. جبت 3 كيلو ب 150 درهم، 3000 ريال، وهذه ب 400 ريال. يعني شوفوا الهبره ديال اللحم ديال لاداند، الا جبتي منه راه الا حمرتيه هكا درتيه في طويجنات كيجي زوين، غير هو كيبغي القلي مزيان بالثوم وشويه الحامض المصير. الا بغيتو ديروه في كسكسو غنعطيكم واحد الطريقه كيفاش ديروه في كسكسو.
كتشديه كتعزليه كديري الخضره ديالك وهذا كامل في البرمه وحدها او في الكوكوت. المهم في اللي فاش كديري عزلي الحماد ديال هذا، نهزي واحد طريه في لوحيه مع الخضره واحد طريه في صغير يبنن، او بقاو جيبوا العظام عند الجزار ولوحي واحد العظام يبلل لك الخضره ديالك. غادي تهزي هذاك لدان، غدير شويه د المعدنوس، غدير له شويه د البصله العطريه ديالو ما ديرلوش مطيشه، وشويه الزيت وشحريه مزيان حتى تقولي واش غادي يلصق، بقى يقلبيه قلبيه حتى تشحر مزيان. غادي تبلليه واحد شويه، غديري له واحد شويه ديال تمرقيه واحد شويه وخليه يطيب غير في المريقه، بحال الا بغيتي تحمريه، بحال الا بغيتي عرفتي الدجاج واش كديري الدجاج تبغي تهزيه باش ديك المريقه تجي عاقده ديالو، المهم كيتحمر يجي زوين غير في الطنجره تما او في شي مقله دوك كيتسدوا حتى يطيب. حطيه على جنب، دير له غير واحد شويه البصله حطيه على جنب. فاش تبغي تسقي الكسكسو ديالك كتسخنيه وكديري الخضره ديالك وكتحطي دوك الحيمات ديال لادان، كيجي بحال الا محمر حلو وزوين كيعطي واحد البنه، احسن الا طيبتيه مع الخضره كيجي باسل حبيباتي. هذا بزاف ديال الناس ما كيبغوه لانهم كيجيهم باسل لانه ما كيعرفوش يطيبوه. حبيباتي هنا فاش غسلت الخضره ديالي وقش نقيت الرمان، جلست بقيت نقيته كامل حيدته عليا، كانت واحده شويه حامضه هذه اللي في الطاسه البنيه، الاخر حلو رائع جا زوين. حبيباتي حيد داكشي الخايب في هذيك الشوفلور وهذاك المهم الشوفلور ما كنعرفش نسميتو بالعربيه سمحوا لي. والمهم خضيره زوينه ولكن غاليه بصراحه، غاليه هادشي كامل بهذاك الرمان 44 درهم صراحه غالي. انا حبيباتي الخضره فاش كنغسلها كنشفها وكان نديرها في زيبلوك مع يا ندير لها الورق يا ندير لها طريفه ديال الثوب، وغادي نشد واحد لاباي وغادي نمص بها داك الهواء كامل اللي في الزيبلوك ما نخلي حتى شي حاجه وغادي نسدها. هنا كل شيء غندير نفس الشيء لهذيك الخضره، الجلبانه غندخلها للمجمد، الرمان غندخلو للثلاجه كيبقى اسبوع زوين هكا، غير تبقاي تسديه هزي بالملعقه ديال الخشب ماشي ديال الحديد، او بشي طاسه هكا شي زليفه وشي كاس هزي القياس احسن من اللي تبغيه كتبقاي تنقيه يرونك يرون لك الدنيا. صافي حبيباتي غادي ندخلها للثلاجه، وفاش غادي ندير بها اطباق غادي نوري لكم اطباق اقتصاديه ان شاء الله. هنا غتقولوا لي الاضرفه شحال شاط، انا كان عندي 100 درهم في الظرف ديال اللحوم وكان عندي 100 درهم في الظرف ديال الخضره. الظرف ديال الخضره هزيت فلوس الطاكسي من الظرف ديال الطاكسي، الظرف ديال الخضره رجعت الظرف ديال الخضره رجعت له 56 درهم، والظرف ديال اللحم سلفت من عندي من طواري ومشيت باش تقديت هاد اللدان، وهادو غيدوني واحد المده ان شاء الله الى حيان الله، الله يدومها نعمه وناكلوها بالصحه والسلامه ان شاء الله. حبيباتي هنا حبيباتي غادي نمشي نغسل فاش حيت الخضره، غنمشي نغسل لادان بالخل والملح وشويه اليازر شويه الزعتر، غادي نطيبهم في الماء. انا اليازر الصراحه ما عندي غنطيب غير شويه الزعتر هو اللي عندي، غادي نطيبه في الماء وغادي نصفيه وغادي نخويه عليه باش يدير لواحد البنه زوينه. حبيباتي ها هنا كتشوفوا كيلو عندي ديال اللحم ديال الفخيضات ديال لادانت، شفتوا شحال كيعطينا كيعطينا هذه الكميه. هذا باش كنقول لكم الاقتصاد، الا تجيبوا جوج كيلو من هذا ب 20 درهم 40 درهم جوج كيلو تبارك الله راه زوين في الكسكسو، غير هو هذا كيبغي يترقد لو يدري في الكسكسو بغيت يدري في الطاجين بغيتي، وانا كنخضروا مرات البرقوق والمشمش كيجي رائع، السفرجل كيجي رائع كيجي بحال الطاجين ديال الغنمي. الا بغيتو ديروه في الكسكسو غنعطيكم واحد النصيحه، ما تديروهش في البرما ومع الخضر مع الخضره في الكسكسو كلشي، لا غديري في واحد الكوكوت ولا واحد المقله ولا شي المهم شي بويميله صغيره عندك، غديري له التوابل ديالو شويه البصله شويه المعدنوس وشويه الزيت وتشحريه مزيان حتى يتشحر، ومرقيه واحد شويه وخليه يطيب حتى تشوفي خاصهم يتحمروا في الزيت في ديك ما حدهم يتشحروا حتى يطيب مزيان تشوفيه طاب. وحيد هذه فاش تشوفيه طاب درت شويه نحيد النص طابو كتمر، فاش تشوفيهم تشحروا مزيان كتمرقيهم واحد شويه كتخليهم يطيبوا، فاش كيطيبوا خليهم يمصوا ديك المريقه ديالهم، يمصوها يمصوها يشربوها حتى يشرب ديك المريقه تولي صافي الدغميره بحال الا بغيتي الدجاج محمر. عرفتي الدغميره الدجاج محمر كيفاش كتكون، كتشديه كتخليه على جنب، ديري المريقه ديالك الخضره ديالك طيبوا داكشي، كديري فيها واحد المرق ديال دير واحد العظيم ديال اللحم، كتجيبو البنات بقاو تقدو عند واحد الجزار باش ملي تقولي عطيني عافاك شويه العظام كيعطيهم لك، كتجيب واحد العظيم ديال سميتو تلوحي
والله واحد المي واحد شويه من هاد العظيمه ديال لاداند، ولا هاد شي واحد طريف من لاداند لوحي فيه باش يدير البنه في ديك الخضره، وخلي فاش طيب الخضره ديالك صافي وتبغي تحطي الكسكسو ديالك، سخني هذاك لاداند على جنب وسخني الخضره، سد في الخضره ديالك وحطي لاداند وحطي لها شويه الخضره، وما تمرقيهاش بالخضره بالمرقه ديال الكسكسو، سد الكسكسو مزيان ديالك وخلي داك اللحم كيجي رائع حلو بحال الا شغنقول لكم بحال ديال المناسبات. هنا عندي هاد الشحمه شتو شريتها غسلتها، شريت غير هاد القياس كافيني حبيباتي، غنوريكم اش غندير به. وهذا 3 كيلو ديال لادان، ما غادي ندير بها 3 ديال الاصناف. كلشي هاد الشيء في اطار الاقتصاد. هاد الزغب عرفتوها وهاد الشعر كيكون ديال المعزي، واخا تغسلي ضروري ما تلقاي تنقيه. غادي نحط هذا دابا، غادي نفرقوا على بلاستيكات، غنوريكم بحال اش كنفرقوا. ديري بحال هكا وكنفرقوا على بلاستيكات، انا باقي غادي نقطعوا. راه كيتغسل هادشي بالخل والملح مزيان. الا كان عندكم الزعتر واليازر شروهم، انا عندي الزعتر اليازر تقاد عليا، شدوهم وهذا طيبوهم وصفوهم وخوهم عليه، كيعطي واحد البنه رائعه. البنات اللي كيحيدوا هاد الجلده يحيدوها، انا هذه من الخطرات كتكون عزيزه عليا، كنبغيها خاصه الا تحمر في الطويجين بحال هكا كتجيني زوينه. المهم شفتوهم بحالاش، في اطار الاقتصاد كنديروا تقريبا، غادي نعطيكم دابا بالغرام، لان فاش كيكون اللحم صافي ما فيهش العظام 60 غرام كتكفي الشخص، كان فيه العظام 90 حتى ل 110 غرام للشخص. حبيباتي فرقتو على 7، هذا كيلو فرقتو على 7، هذا يكفي شخصين حتى 3 الاشخاص. الناس اللي بغات الاقتصاد، كنتي تبارك الله ما باغياش ديري الاقتصاد، ما هذا راه كل واحد عارف همه، كل واحد ما غاديش نهزو حنا الهم ديال الناس اللي هي 132 غرام 157 غرام 132 غرام، هي 132 غرام صح الله، هذه وهذه كتبت 156 غرام ها هي، وهذه 118 غرام هي فيها العظم، نشوف هادو فيها العظم، هانتوما كتشوفو العظم كثير، غنخليها هادو 200 ما فيها العظيمات هكا، نخليها هكا، وهادي 66 غرام. غادي نحاول نرد نزيد هادو ولهادو، المهم انا بغيت غير 7 ديال الوجبات فيه، غادي نزيد هادي هنا كيما كانت، وغادي نزيد هادي هنا كاين العظم صافي. هكذا عندي 7 ديال الوجبات في هاد غادي نديرو في البلاستيكات، ما غاديش نديرو تجمد هكا هي في الوجه وكذا، غنديرو في البلاستيكات هانتوما كتشوفو. هادو راه شربت ليا اختي من بلجيكا، من بلجيكا انا مشريتهمش، شربت ليا الله يسهل عليك، سهل عليك الجميع حتى نقدر نقدر نوري ليكم شنو جاب ليا خواتاتي وشنو جات لي امي فاش وصلوا هاد الحوايج ديالها، جات لي واحد البرنا زوينه ديال الكسكسو. هادو راه كيتغسلو كيتعاودو للحم نفس هذا. دابا غنكتب عليهم لاداند، هما حبيباتي 7 ديال الاكياس، 1 2 3 4 5 6 7. درت كتبت هنايا كويس دان على حساب باش ما يتخلفي مع الهضره، وغادي ندخلهم كاملات هنايا. شوف بحال هكا وندخلهم للمجمد. البنات اللي كيقولوا ما كفيهمش الفلوس في اللحم، خاصك تنوعي، تجيبي شويه الغنمي او ديال البقر او البنات في الجنوب ديال البل، وشويه ديال لاداند هبره، شويه من هذا تقليه ونوعي. دابا هادو غادي نقسمهم، غادي نقسمهم على 3، هادو 3. هذا غادي نديرو خلي ديال لاداند، الخليه ديال لاداند هذا غادي نقطعو على حساب سباغيتي، على حساب مقيله، على حساب البيتزا، على حساب بزاف ديال الحوايج. هذا غادي نديرو كفته. المهم هاد الشحمه غادي نقسمها على جوج، طرف بغيتو هنا طرف بغيتو هنا، غنقول لكم بحالاش غادي ندير
دخليها كيجي رائع. كنديرو شحال من خطره درتو واللي كانوا عندي كنتو شتوه في، ولكن شتوه غير مقدم في الاطباق ديال هذا ديال هكا في رمضان فاش كان جات عندي اذاعه 360. حيبتي هاد التتبيله غادي ندير، غنقسمها على جوج. غندير البصله مشلضه، غادي نطحنها، غندير شويه ديال المعدنوس، غندير شويه ديال الحامض المصير، عندي مجمد مخلط مع المعدنوس ومخلط مع الثوم مخلط مع السمن الحار، والثوم غادي نضيف لهم الثوم بقشورو، وغنضيف لهم جوج فلفلات كانوا مشويات وكنت مجمدتهم، الفلفل الحار او الحرور الحار مجمدته. هنا غادي ندير الثوم بقشورو، علاش؟ لاني زوين، وفي نفس الوقت غادي نكثر الثوم لهذيك اللي غادي ندير لها نديرها خليع، والكفته غندير لها غير شويه ديال الثوم شويه. حبيبتي طحنت هادو بقشورهم، الثوم بقشورو شتو، هذا بغيتو لهاد التتبيله ديال الخليع. هنا نفس الطحان درت فيه النصف اللي قسمت البصله، المعدنوس، الحرور الحار، والفلفل الحار، والثوم، وشويه ديال الحق، شويه طريقه ديال الحامض المصير مع السمن الحار، وغادي ندير فيه هاد الشحنه هادي هي، وغادي ندير هاد اللحم غادي نقرميه طرف بطرف، وغادي نطحنهم كفته. هنا عندي هنا العطريه مصوبه راسي، المرزيه ديال الدار كامله مخلطه فيها كلشي، فيها اليزير، فيها كلشي. هنا عندي شويه ديال الزعتر محكوك، عندي هنا شويه ديال التوابل ديال الكفته مصوبتهم في الدار، حتى هما راه كاينين، جبتهم من قناه فضاء ورده، مشوا لقناه فضاء ورده عندها دايره التوابل ديال الكفته. وعندي هنا الملح، غادي ندير واحد شويه من هاد التوابل، غندير شويه ديال الزعتر ماشي بزاف، غنخلي الكثريه على حساب الخليع، غندير شويه ديال الملح، وغندير شويه التوابل ديال الكفته هنا، وغنخلي الاخرين على حساب، غنزيد شويه. نمشي دابا نطحنهم كفته ونرجع. الكفته ديالي طحنت، فيها البصله، فيها الثوم، فيها كلشي اللي شتوني درت فيها التوابل ديالها. غادي دابا نفرقها، نحيد هاد الجريده هادي، غادي نديرها دابا كريكيبات هكا، دبتي هكا، غنخلطها مزيان، نديرها بحال هكا غير قد هكا، وغادي نخليها، غادي نخلطها مزيان. نحيدو هادو، صافي نحيد هادي ديال الحامض، صافي دابا غادي نخلطها مزيان حبيباتي بحال هكا. هكا هانتوما عندكم باش ديروا لوليداتكم. شوفوا دابا غادي نعبروها، غادي نعبرو هاد الكفته دابا، ونقول لكم شحال غتعطيني. تسعمية وخمسة غرام حبيباتي الكفته شتوها، غندخلها دابا المجمد حتى تجمد، وغادي نجمعها في كيس واحد، ونبقى نزمنها القياس ديالي، سواء هذا الشوايه او المقله او السباغيتي، المهم نقدر نستعملها في عده اشياء او مع الصلصه. حبيباتي الغاليات، انا شديت البصله، وشديت المعدنوس، شديت شويه ديال الثوم، وشديت شويه ديال السمن، وشديت الثوم بقشور، وسته ديال، وشديت الفلفله حاره مشويه او غير مشويه جديده طريه، غير انا عندي في المجمد مشويه، وعندي مخلله، وعندي مقليه في الزيت، وكان باش ما تخسر كنجيب واحد الكميه كنديرها في المجمد. ضفت لها العطريه مصوبتها في الدار، راه كاينه في صندوق الوصف، ضفت لها الملح، ضفت لها شويه ديال الزعتر محكوك، وضفت لها شويه ديال العطريه ديال الكفته. هنا حبيباتي غادي، وبزاف ديال الثوم، شي 4 6 ديال 4 درويصات ديال الثوم او 6 بالقشره ديالهم. طحنت هادشي كامل، وغادي نضيف له الماء، واحد الكميه ديال الماء، وغنخلطو، ما نديرلوش الزيت، واحد الكميه ديال الماء، وغادي نخلطو مزيان. نسيت ما قلت لكم حبيباتي، ضفت له ملعقتين كبار ديال صوص الصوجة او صلصه الصوجة. غادي نتبل هاد اللحم، الا عندكم اليازير كدير واحد الباقه ديال اليازير، بغيتو تضيفوا واحد الباقه ديال، ديروا شويه ديال ورق سيدنا موسى، وديروا واحد شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الكرافس، عندكم معويه ديال الكرافس ديروهم تباقة، تحطوها تنسمهم، تخلوها تبات معاهم. هنا حبيباتي كنشد هاد اللدان ديالي اللي مقطع
على هكا شرايح، وكان ندخلوا في اللي نحطوا في هذه الصلصه هذه او في هذه التخليطه التتبيله اللي خلط، راه ما فيهاش الزيت كما قلت لكم كامل. انا كنت غادي نفرقوا على جوج هذوك الجيرات بجوج، وليت درتو غير في هذيك الصاله دي وحدها لان هزته كامل، وغادي نغطيه مزيان لانه كيطلق واحد الريحه رائعه ديال داك التوابل. غادي نلفه مزيان باش ما يطلقهاليش في الثلاجه، غادي نغطيه مزيان بالسيلوفان حتى ما تبقاش الريحه تخرج، وغادي نخليه يبات على الاقل 24 ساعه يبات في المجمد. الا قدرتي تخلوه 48 ساعه، ولكن الثلاجه ديالكم ماشي المجمد، عفوا عفوا عفوا، الثلاجه تخلوه في الثلاجه يبات 48 ساعه الا كانت تبرد مزيان، كان الحال سخون خلوه غير 24 ساعه. وغادي نرجعوا نقول لكم اش غادي نديروا. انا حبيباتي غادي نشد هذيك الشحمه اللي كنت بغيت سميتو، غنديرها فواحد البلاستيك وغندخلها للثلاجه حتى نبغي ندير الخليع، وغنوريكم اش غادي نديرو. خليع ماشي بحال الخليع اللي كنديرو دائما، ولكن كيجي رائع حبيباتي. هنا غادي نشد هاد الهبره ديال الداند اللي بقات لي، غادي نقسمها على جوج، على ثلاثه قولوا، ثلثين غادي نقطعهم قطعات على حساب لي بروشيت القطبان، وعلى حساب الا بغيت نديرهم في سباغيتي، الا بغيت نديرهم في مقيله في صلصه، وثلث غادي نقطعو صغير على حساب بيتزا على حساب غراتان، المهم على حساب الا بغيت نعمر به شي حاجه. هنا حبيباتي كما كتشوفوا واحد الثلث قطعته صغير بزاف، قطعه صغار كما قلت لكم البيتزا والكغاتان ولا بغيت نعمر به شي حاجه، وثلثين قطعتهم شويه كبار على حساب البروشيت على حساب مقيله على حساب هكا في الصلصه سباغيتي اي حاجه نقدروا نستعملوا هاد لاداند هذا. غادي نديرهم على هاد ماتشه هادي، ما عرفت سميتها بالعربيه، هاد الفراشه هادي ديال الاكل، غادي ندير نقسمهم هذاك الكبير على الجنب وهذاك الصغير على الجنب، وغادي ندير عليها نغطيها بالبلاستيك الشفاف او هذا السيليفان، وغادي نقسمها على جوج باش ما تشدليش البلاصه في المجمد، وغادي ندخلها تتجمد. فاش تتجمد غادي نخرجها نفرقهم، هذاك الصغير غنديرو في بلاستيكه وهذاك الكبير غنديرو في بلاستيكه باش نبقى نهز القياس ديالي. غادي خاصهم يباتوا، او انا هنايا لاني كنت بالليل جبت قديت بالليل ودرت هادشي كامل بالليل، غادي نخليه حتى للصباح. الجزء الثاني غتشوفوه مع الصباح ان شاء الله. واني بكم راني نحبكم كاملين.